كم عرب عرب اليوتيوب دي فوا كاين يجوني في لي فيديو يقول لك انا قبايلي ولا انا زواوي ولا مزابي ولا ما نعرف، من تقول عرب ماكش تهضر عليا كل شيء. بون احنا انا من وحرن داكو، احنا كي نقولوا عرب راني في قاع من هبا ودب، راك فاهم، من الجزائر، من الحدود تاع المغرب حتى الحدود تاع حتى الحدود تاع تونس، ودخل فيها الصحراء تاني. دونك هذا ما كان في كلمه برك سين ديفينيسيون، ما عجبكش الحال انطح راسك مع الحايط ولا تعرف بالفيديو ولا حب السيبر كافي وما تبقى لك 2000 دير بيه حاجه اخرى. راني مربى باليوم على بالك نجيبها تربى في معاك تاع صح. شنو بغيت نقول لكم؟ بغيت نسقسيكم. انا على رحت من الجزائر، رحت الجزائر، سمعت في بلادي، سمعت في لافامي تاعي، سمعت في كل شيء، ورحت وشفت كابتي ورحت. ومين رحت؟ رحت لوروب، ما صمش جاي لي تابي روج، ما صمش قالوا لي مرحبا بك اروح حوت من الطياره هاك هاك شرب التمر والحليب وما عادش تا نو ما صمش كيما هكا، ما صمش كيما هكا. دعوه مقوده ودعوه مزيره، عافر تشعل وما زلت عافر حتى اليوم. بلاصه ماشي سهله هنا. بون راني جايكم، راني جايكم غير بشويه. دونك كاع هذا اللي في التالي، هاد لي 20 ديرنيغ زاني. علاه رحت؟ كنت نجم نقعد في الجزائر، نقعد في بلاصتي وصاي، ما هربتنيش السمش، ما جانيش الحموان في الجزائر. قال لي في التعليق سي فان ديرني زاني لا جوستيفيكاسيون تاعها ماشي في الحموان، ماشي قال انا جاني الحموان من الجزائر سما رحت لوروب والميزيريه تاع لوروب والخدمه تاع لوروب والاكالا تاع لوروب. لا علاه رحت؟ نسقسيكم، رحت على البنان؟ كاين الجزائر ما بغيش بنان في فرنسا. علاه رحت؟ راني غير نطرح في السؤال هكا، بالك كش واحد يضرب على الحيط يفهم علاه رحت. رحت هارب منكم، رحت هارب من لي بروبليم تاعكم. صنعتوا بلاد اللي الواحد ما ينجمش يعيش فيها. لي غيزون اللي خلوني نهرب يا 20 طون راهم لي ميم غيزون اللي ما يخلونيش اليوم نعيش في الجزائر. اليوم رانا 2012، لو كان نبغي نروح نعيش في الجزائر ما نجمش نعيش في الجزائر. علاه؟ باسكو رديتوها بلاد ماشي البلاد بروحها، البلاد روحها مليحه وشابه، ما كانش زعما فيها البلاص، فيها الوسع وفيها الحال مليح وفيها كل شيء. بروبليم سي نتوما، سي التعامل اللي كان معاكم. مانيش نقول كاع الجزائريين، اونكور مانيش نقول كاع الجزائريين، كاين فئه الجزائريين نظن مخمجين البلاصه على كاع الناس، على رواحهم وعلى الناس الاخرين. هذيك الفئه ما على باليش عال، بالك 5% بالك 10 بالك 20 بالك 30، لو شيفر ماشي مشكل. ما بقاوش قال لا بالك 5 ولا 10 ولا ماشي، هذا هو الموضوع تاع هذا الفيديو. بصح اون توكا اللي باغي نقولها لكم سكو ميم لوك ما نعرفوش البورسونتاج تاع هذيك الفئه شحال، الحاجه اللي نعرفوها اون توكا نعرفوها بكل افيك سيرتيتود، ما علاش كي يقولوا سيرتيتود بالعربيه، بصح اون توكا نعرفوها افيك سيرتيتود باللي هذيك الفئه محرمه على العيشه على بني ادم في الجزائر. عليها ياك الناس حوسوا يهربوا من البلاد، كبار رجال صغار نساء، اللي حوسوا يهربوا في فلوكه، اللي حوسوا يهربوا فيزا توريستيك، اللي حوسوا يهربوا الناس حوس قاع تهرب. لو كان تصيب قاع يروحوا. علاه؟ باسكو ماشي حاملين العيشه تما، مش حاملين العيشه ماشي على خاطر السمش ولا البنان، على خاطر بعضهم بعض، راك فاهم الاخر. بون قبضوا لانجلتير اكسبيريونس، واحد في اكسبيريونس في راسه، كون غير في راسه راك ينجم يدير اكسبيريونس، لا ينجم مريح خمم في راسك. نقدو بلاد كيما لانجلتير ولا المان ولا لا سويس ولا اللي تبان لك، بلاد اللي تبان لك في راسك تخيلها. نتخيلو لانجلتير اليوم على سبيل المثال، نضربو في المثال نضربو المثال ما نضربوش حاجه اخرى. دونك اش قلت لك؟ لانجلتير خوها اسيدي، لانجلتير خوها، ونجيبو كاع الجزائريين في لانجلتير، لي زونجلي يروحو وكاع الناس اللي عايشين في لانجلتير يروحو على كل حال، ونجيبو الجزائريين في لانجلتير. اش غادي يصرا؟ اش غادي يصرا بعد سيمو؟ انا نقول لك انا واش غادي يصرا بعد سيمو. بعد سيمو من تروح عند الحكومه باش تخرج كارت اللي خطره شوي ياخذ لك فليكسيله، هذاك اللي خدمت تبغى فليكسيله تعطيه دراهم، كاينه ولا ما كاينش؟ كاينه علاه؟ باسكو الجزائريين اللي غادي يجوا هنايا ما غاديش في دوك الساعتين وثلاث سوايع تاع الفول غادي يتبدلوا في ريسانام، غادي يقعدوا هما دونك غادي تولي باش تدخل تخدم، ما يشوفوش السي في تاعك ولا يشوفوش تعرفها ما تعرفش، يشوفوا اللي عندك العرف كاينه ولا ما كاينش. دونك غادي يولوا كاع الناس اللي هذوك عندهم تليفون مع ربي اللي ربي يحيي لهم يقول لهم ديريكت شيش ربي يبغي وش ما يبغيش، كاع هذوك اللي عايشين في الديليغ هذاك غادي يكونوا هنايا، غادي يولوا الناس تعس بعضها بعض، هذاك دخل هذاك خرج هذاك، غادي تولي كل واحد يحس بروحه باللي
إلي عنده إكسبليكاسيون باش باش كي تعيش يقدر إكسبليكي كاع الغاشي اللي هم مدورين بيك الجوارينك اللي تعرفه للبعيد والقريب يقدر تفهمه على راك وراه المقصود تاعك على راك عايش بهذه الطريقة وعلى درت هذيك الحاجة وما درتهاش. وبعد سي موا غادي يصرى غادي يولوا من لونجلتير يقولوا لي جون الجيريان اللي يهربوا بفلوكا ويحاوسوا يهربوا لبلاد أخرى بالفلوكا. فهمتوا سي تري سامبل هذا هو الاخر. بون طال المشاكل تاعنا راه معنا راه في صنا المشاكل تاعنا ماشي في حاجه ماشي بلاصه اخرى. الوغ لي اوروبيان اللي هنايا اللي بانين هاد البلدان فيهم بزاف تاع صوالح ملاح فيهم صوالح ماشي ملاح اون بو لي كريتيكي لو كان نجمو نديرو 10 تاع لي فيديو لي كريتيك بصح على كل حال كون كريتيكوهم ولا لا كون نفهموا واحد الصوالح اللي فيهم ولا لا رانا نجوا عندهم رانا نهربوا من بلاد اللي زدنا فيها ونجوا عندهم راكم فاهمين. دونك انا واحد من الناس ما على باليش نتوما راني نسقسي فيك انت لاك في الجزائر ولا لاك في الخارج وبين نسقسيك غير سؤال فرونشمون طرح عليك بكل اونيتي راني اونيت في هذا السؤال مانيش نبلع طول راني فريمون اونيت. يا هل ترى لو كان نقولوا لك انت راك عايش مثلا في كندا نقول لك عايش في كندا ونقولوا لك اليوم غادي نردوا لكندا كيما الجزائر اكزاكتومون كيما الجزائر نردوا لكندا اسكو تساعدك ولا لا؟ إلا تقولي تساعدني أنا يا على السؤال اللي نطرح عليك على أي صراحة جيت من الجزائر إلى كندا على ما قعدتش ما قعدتش في بلادك سيتي ميو ليك لا بون البروبليم على كاع الهضره اللي جاي فيها نجيكم بشويه لا فيديو التالي اللي درتها جا واحد في لي كومونتير قال لك وا منا راك ضد لي زيترونجي و كونتر لي زيترونجي و كونتر منا وي راني كونتر لي زيترونجي فوالا الا راكم تحوسوا على ان الجيريان اكستريم دروات انا هو ها تشوفوا فيا السلام عليكم فوالا جيت انا هنايا سما كوتي بوكو ساكريفيس سما كوتي دي ساكريفيس باش رحت من تماك ها رحت افيك ان كوت بي او كو كيما نقولوا من يسقسوني نقول لهم لو بروميي باي لي اكسبولساني سي الجزائر ها باسكو طردوني كاريمون بلادي باسكو جو ما طوقش نعيش كيما ما كنتش طالب والو كنت غير باغي نعيش نورمال بالك نعيش نورمال ما كنتش باغي ندير ما ندير علام نجي في الطريق ولا ندير موسيقى ثلاثه تاع الصباح خلوني ندير لا ما كنتش هكا كنت باغي نعيش نتمشى وصاي نخرج من دارنا نتمشى ونولي لدارنا ونروح نخدم بلا 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 ما عندي العرف ونخرج كواط بلا ما نخلص فلان ولا فلاكسي لفلان هذا ما كان بلا الحقره بلا 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 شميات بلا والو هذا ما كنت باغي سيتي با بوسيبل دونك شادو رحت صح رحت ماشي سهل باش واحد يروح كاين بزاف راح هو يصفق ويطبل انا ما رحتش نطبل انا ما عجبنيش الحال انا كنص ما نروحش كاع ما عليناش رحت وبالكشايف وبالمشاكل وبالتعب وكل شيء بجي ريكونستروي زعما اون في هنايا راني عايش هنايا سي فري كاين مشاكل بزاف سي فري مشاكل بزاف هنا في لانجلتير وفي لوروب عامه كاين بزاف صوالح ما نبغيهمش مي اون ميم طون راني عايش في بلاد اللي نجم نخرج كاعط بلا ما نخلص تاع حد داكو نجم نصيب خدمه بلا ما عندي العرف نروح ما يعرفونيش كاع عمرهم ما شافوني دخلوني ريح خصك قهوه خصك كوكا ولا كاس ما ولا حطوا لك كاس ما يجيو ريحوا يجبدوا الدوسي تاعك يهسقسوك يهضروا معاك الا عجبتهم يخدموك ما عجبتهمش يسمح لنا وصاي هذا ما كان فوالا تمشي كيما هكا هذا ما كنت طالب انايا وراني حامل كاع لو غاس على خاطر صوالح كيما هادو برك دونك اللي ما تساعدنيش ما تساعدنيش كي يجي وحدين من الجزائر اللي هربت منهم ماشي اللي هربت منهم اللي حاوزوني من البلاد يجوا هنايا نو سولمون بلي زامبو اللي نخلصهم انايا انا البوست كاع كي تشوف لا ديبونس تاعي في الشهر كاع كبيره ماشي اللوطو ولا الكرا ولا لا ديبونس كاع كبيره سي لي زامبو عندي هنايا دونك هذيك لا ديبونس نخلص لهم بها نخلص لهم كراهم نخلصهم خلص لهم ولادهم باش يديروا الدراري ولا اللي يقايسوا بالحجر من بعد اون بليس يجي يفهموا عليا ويحاولوا يقودوا عليا يقول لك دير هاك وما ديرش هاك انا نصرعك انا بس نقول لك عليها بروبليم الفرق بيني وبين بين بين الاوروبيان انا اوروبيان ما يعرفكش انا اوروبيان ماك تبلع طاها وتجيبها لها اونتي غاسيزم وتجيبها لها منا وكولبابيليزاسيون انا عايق ما تمشيش الحضاره باسكو انا عارفك انا ندخل في ربك كثير انت تو كومبرون تو كومبرون لا ديفيرونس بيني وبين الاوروبيان اكثر من الاوروبيان في الصوالح باسكو اوتون جونيشان واحد نقي راهم الناس نقيين بزاف يبغي يروح لوروب يروح لامريكا يروح الله يسهل عليه انا وكنصيب نعاونه سي با بروبليم بصح
باش يجيو لي شي زي شاتر سيل دروك نقولوا الصح دروك الجزائر ماشي ترسل دي زانجينيور ودي ميدسان خارج الجزائر 90% ترسل دي ديلانكون ترسل دي زيسلاميست ترسل ناس مرضى من الرئيس عنهم يجيو يقودوا على الغاشي في الخارج على هادي نسمعوا نشوفوهم هذا ما كان سي اوسي سامبل كو سا راني راني جزائروني هارب منكم لا دونك وين تحاسر بقات فان اوكسيدونتال ما يبغوش العربيه ودير انا جزائري ما نبغوش العرب انا جزائري ما خالطهمش جزائري ما خالطهمش شاك فوا خالط جزائريين هنايا نقول الصح دروك راني فيديو نقول الصح شاك فوا خالط جزائريين طفروها فيا هذا ما كان سا سيني في كل تخدم معاه تاجر معاه مثلا هي جزائري تعمل كون عندك نقول دير 2 مليون يورو على جهه طاحت في راسك اون افير قال وانا نديرو هذيك لافير ولا بي امبورت لافير ياك الجزائر تقول هذا ولد عمي ولا هذا دوز معاكم بلادي جاي ولا تجيبها كيما هكا عفرت عرب ولا كنخدم انا وياه ولا ندير ياكلك سيتو نضمنها لك ماشي نضمنها لك 100% ماشي كاين ريسك ما كاش ريسك نهار اللي تحط الدراهم في يده نساهم صحيح كملنا صحيح هذا ما كان خدم مع جزائري دي كل شيء ما يخلصكش ولا شاك فوا راني نقول لكم ما نعقلش على خطره ما نعقلش على خطره لو كان عقل على خطره في لي 20 ديرنيغ زاني كنت قلت لكم كيما جزائريين دروك ما نخالطهمش ما نتاجرش معاهم ما نبيع معاهم ما نخدم معاهم سي سامبل لا دونك علاه ماشي باسكو راسيزم ولا انا بروحي جزائري باسكو ما خصنيش تطفر فيا تطفر فيا خطره زوج ثلاثه نبقى ثاني غير راح كل يوم نقول نو حنا انا بني ادم ماناش دي روبو انا دونك هذا ما كان جو بونس هذا جو بونس باش بكل اختصار شديد الناس ملاح مين جايين من جابون ولا من الجزائر ولا ما نعرف وين ما كاش مشكل بصح باش يجي واحد فوايو طالع من الجزائر وحاسب باغسكو حاسب على خاطر انا تاني جزائري زعما راني قريب ليه ولا راني ابن عمه ولا تخلط روحك ماشي قاع ما تغلطش هذه ما ديرهاش فراسك باسكو بنيادم كيف كان يهرب انايا بس على خاطركم نتوما انا هربت على خاطركم ما نطلقش نقعد في بلادي ما نطلقش نكبر مع الفامي تاعي على خاطركم طب جيت تقودوا عليا هنايا في التيغان اللي جيت هنايا فيه وتجو ثاني هنايا ومن بعد تحسب باللي قاع ما يغلطكش الحال دونك فوالا تا كومبري دروك الا اللي ظالمكم لا نظلمكم قولوا لي الا اللي ظالمك شي واحد يجي يقول لي لا جا ظالمك شي واحد يجي يقول لي هذا ما كان فوالا تهلاو في روحكم العرب و يسعي ديروا نيه في بلادكم الرباني قاعدين ولا تبغي تهرب هربوا نقي راسك هنايا فوت لاسبيغاتور هنا راه البروبليم هنا راه البروبليم هارب عندنا مشاكل عندنا قواده عندنا تتهضر مع عصيبه هو في بارتي دو سيستيم هو في بارتي دو بروبليم وجي هنا يقول وعلى دو بروبليم جزائر ودارونا الاخر هو الاول اللي في راسه كاع داك الزبل اللي يهضر عليه راه في راسه وكان يصيب يدير هنا علينا كاع لو كان يصيب نقولوا كاع حنا نفلكسو باش نخرجوا كارت وكان يصيب هنا كاع نقولوا نخدموا بالعرف فوالا كومان الرباني الحاله هذه اونفا ما عرفتش نزيد نطول في هاد لا فيديو وصحيح نحبسوها انايا طرف في روحكم.